الحال كل شعب السوداني حقيقة عانى من ويلات الحرب، ولكن بدرجات متفاوتة. يعني أكثر ناس تأثروا بالحرب وإفرازات الحرب والناس الموجودين في مناطق النزاع، سواء كان في جبال النوبة أو النيل الأزرق أو دارفور وغير المواقع. وحقيقة العملية السلمية فيها أطراف كتار، ظاهريا طبعا بيقولوا يعني بين الحكومة وحركة، لكن في ناس مواطنين في الأرض موجودين. إذا رجعنا لعملية العملية السلمية تمت في جوبا أكتوبر 2020، تم إهدار أو عدد كبير من الناس الموجودين، سواء كان لاجئين، نازحين، أصحاب المصلحة، إدارات أهلية، المرأة وغيرهم، كل هذه الفئات يعني شاركت في عملية السلمية وقدمت رؤاها وكانت موجودة وحاضرة. أنا أتصور أن هذا الفهم لازم يكون يتوفر هناك. المواطن العادي الموجود في الحتة بتاعت الحرب الطلبات الأساسية أفتكر أساساً تم أدرست أوريدي، تم يعني تحقيقها بصورة أساسية في مفاوضات بتاعت بتاع أكتوبر، وتم تأكيدها من جديد بصورة أساسية أيضاً في إعلان المبادئ الوقية في شهر مارس. لذلك أنا ما نقدر نقول إنه يتم ممارسة الضغوط، لكن يتم تشجيع الأطراف من الناس اللي بيعانوا حقيقة. يعني إذا تم تحقيق أهدافه أو مطالبه أو ما يعنيه المواطن اللي هو المواطن المتساوية، كويس، تحقيق التنمية المتوازنة في البلد، تعويض الناس الضحوا أو وتوفير الخدمات اللازمة وإتاحة الفرصة للمواطن المعين، إدارة موارده بذاته، كل هذه الجزئيات دل بهم المواطن العادي. أما قضايا تانية افتكر أنه المواطن يعني هو يهم الجزئيات الأساسية، في حاجات افتكر هي مواقف تفاوضية نقدر نقول أنا جاز